كانت اخويا واحد البؤرة سوداء كما تسميوها للناس ديال الجماعه ولا الناس المقاطعه ولا شركه ديال الازبال. كانت بؤرة سوداء هنا نقطه ديال الازبال تتجمع فيها الازبال بواحد الشكل اللي كثير بزاف، على درجه ان شركه الازبال تتمر 7 مرات في اليوم، ومع ذلك الازبال تتراكم بواحد الشكل اللي يعني ما تتصورش على البال. حتى الرائحه يعني من الناس ما بقاش قد تقدر تدوز كاع من هنا بكثره الرائحه اللي كانت تتمر، مع العلم ان هذا ممر ديال الاطفال اللي تيمشيو حتى للمدارس ديالهم، تتزكم الانوف ديالهم. تقرنا حنايا هنا في كساكينه تقرنا بالروائح الكثيره الكريهه، ما بقيناش قادرين نحلوا الشراجم، دبان مجموع يعني في الصيف في الشتاء. من بعد ما صبرنا على اساس اننا تنفكروا على البديل، يعني ملي غنحيدوا هاد النقطة هادي كيفاش غادي الناس فين غترمي الأزبال ديالها، فدائما كنا هدنا هاد الهاجس هذا وهاد الهم هذا. بقينا تنتجاو تنتواصلوا مع الشركة، ديروا لنا شي حل لهاد الأمر هذا، راه تقرنا حنا بهاد الأزبال هادي. الزبل مشى توسط الشارع، تيجيو مالين الردام موالين هادو اللي تيبنيو الديور ديالهم تيرميو الحجر هناك هذا إلى آخره. والحمد لله الناس جاوبت مع هاد الفكرة هادي، إلا النادر كاين اللي تيفكر غير في المصلحه الشخصيه ديالته، تيقول لك انا لا ما الزبل ديالي ما يبقاش قدام الدار كذا، ولكن الحمد لله مع الحرص ديال الاخوان على نظافه المكان. وهذه نقطه عامه راه يعني نقطه تيتشاركوا فيها الناس كاملين لا القريب ولا البعيد، ولو ان بعض الناس يقول لك حنا راه بعاد ماشي شغلنا، ولكن هو راه تيمر منها كل نهار وتيوقف تيجي تقدم من عند البقال، راه تيدوز عليها تيدوزوا عليها ولادو تيوقف حداها، يعني راه كلنا متضررين، فبالتالي الناس تستوعب هذا الامر هذا. رسالة لنا ما تتسناوش المبادرة من الناس ديال السلطة. التغيير تيبدا منك. أنت أولا أنت هو المسؤول. بدا من نفسك أولا، نقي راسك، نقي دارك، ثم المحيط اللي داير بك. مباشرة ملي غادي تحسن هاد السلوكيات ديالك راه غادي تلقى الناس ديال المسؤول على الأقل المسؤولين وعلى الأقل الإدارة راه واقفة في الصف ديالك. أي أنا تنطلب من الناس يعني حتى اللي ما بغاش يقوم بالمبادرة يتعامل مع اللي قام بالمبادرة. كاين أنا لاحظت هنا في الأول هو أن ناس بغاو يقفوا لنا المشروع ديال لا علاش حيدتوا هاد الشيء منا، كأن حيدتي لي شي حاجة اللي هو بالعكس ما قادش يدير بالمبادرة. سير مع اللي بيدير المبادرة، خصوصا المبادرة الحسنة، لأن راه كيما كاين التحسيس ديال على ما ننظفوا الشواطئ ديالنا وهذه منا، راه خصنا نديروا حتى تحسيس ننظفوا الشوارع ديالنا. والإنسان اللي داز من مشاريع كيدوز نقي، وخصوصا المغرب راه مقبل على مشروع ديال 10 مليون سائح وهذه منا، والسائح ما بقاش كيكتفي غير على المآتر ديالنا، ولا كيبغي يدخل وسط الأحياء يعرفهم. راه اللي دخل خص يشوف مادام الدولة تدير ترصيص وكدير الزفت ودير هذه منا، خص المواطنين يعاونوا شوية باش نمدوا. وشكرا. أنا واحد من سكينة ديال الحي، وبدينا هذه المبادرة هذه ديال هاد النقطة السوداء ديال الأزبال. هي الصراحة كانت واحد المعاناة، هذه واحد تقريبا ما يفوق يعني أكثر من 10 سنوات، والبداية ديال هاد النقطة السوداء كانت يعني غير كانت بداية شوية بشوية بشوية يعني ماشي، ولكن في الأواخر في الأعوام الأخيرة يعني لقينا بزاف ديال المشاكل هنا، لدرجة ولاو كاع تقريبا كاين بعض الأحياء من غير الحي ديالنا كيجيو حتى لهنايا وكيلوحوا الأزبال ديالهم. فدرنا المبادرة يعني مبادرة من سكنة الحي بيناتنا، وتكلمنا مع الشركة ولبتنا الطلب باش حيدنا هذوك النقط ديال الأزبال. والحمد لله دابا يعني صيبنا هاد الاشجار تقريبا شي اسبوع هكاك، اسبوع ديال النظافه وضروري من الحراسه. فثلاث ايام الاولى باش حيدناهم باش حاربنا هاد الظاهره هادي، فيعني كانت الحراسه من سكنه الحي يعني ثلاث ايام ديال الحراسه ليلا نهارا. انا السكينه ديال جيسه كعقوب منصور كنا صراحه مضرين من هاد الازبال اللي كانت هنا، وحتى صحاب النظافه كانوا مضرين، كانوا الازبال كيلوحوا الناس ازبال فلاد ما كيحافظوش على النظافه. مبادره مزيانه يشكر عليها وفرحنا بزاف، وهذا الشيء في اطار داكشي ديال البيئه والمحافظه على البيئه مزيان. يا ريت لو تعمم على كلشي ان شاء الله، يا ريت لو تعمم على كلشي.
كاع الاحياء يديروا هذه المبادره، ان شاء الله المغرب غيمشي لقدام في النظافه ان شاء الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.